عم يجي كل هالغضب اللي جواتي. مولاي شو عم تعمل؟ ما وعدتنا ما عاد تشرب منه؟ انت بس يا يوسف يلي بقيت واقف جنبي. مع انه الحقيقة واضحة، قد ما حاولنا انه ننكرها مولاك عم يموت. لا انت ما عم تموت، واياك تقطع الامل، وخلي إيمانك بربنا كبير. طلع معك حق يا يوسف، إبراهيم فعلا ما مات ومخبيينه، وحسين طلع خاين كمان، تحالف مع أمي وخاني. هدول مالن أمان يا مولاي، لأنهم ما بينتموا مثلنا لسلالة حاكمة، كلهم بيمشوا مع مصالحهم. بس مع هيك لا تقلق مولاي، كلياتهم رح ينالوا عقابهم بالآخر. كمال كيتش وحسين موجودين هلأ بالمعسكر، عطيني الأوامر لحتى داهم المعسكر مع الحرس والفرسان، واعتقل الخوان وحطهم تحت رجليك. دور الخوان رح يجي، بس هلأ دورولي عبراهيم ولاو، تقلبوا كل العاصمة وما ترجعوا قبل ما تجيبوا. تحت أمرك مولاي السلطان. بتعرفي وين موجود إبراهيم؟ ما هيك؟ هلأ بدي أعرف وين خبته أمي. عتيقة قولي شو متوقع مني يا مراد؟ بدك ياني أقبل أخي ينقتل ووقف ساكتة؟ عتيقة إذا مفكرة أنك عم تنقذي فهالشي مو مزبوط. الموت هو بس اللي رح ينقذ إبراهيم، مو العرش أبداً. نسيتي عثمان؟ وعمك مصطفى؟ تتذكري؟ شو صار فيهم؟ مثلي أنا وياهن بلوتنا كانت طمع أمي وحقدها، نحن كلنا ضحايا طمع أمي وطموحها بالعرش، وإبراهيم رح يغرق بهالمستنقع، فهماني؟ قولي يا عتيقة. عتيقة قولي إبراهيم وين؟ أحكي. شوفي بابا ليش عم تصرخ على عمته؟ ولا شي ولا شي يا روحي، ما بدي تخافي، ما بدي أي شي خوفك أبدا، وأبوك رح يحبك دائما حتى لو ما كان موجود جنبك. الله يحميكي.
ملك روحي الحقيقي مولاي 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 يا أغوات نادوا الحكيم بسرعة مولاي على مهلك بابا كتير مريض كمان رح يموت